بفقرة المطبخ اليوم رح نزور المطبخ الإيراني. العالم قرية صغيرة، فاليوم رح نتعرف على المطبخ الإيراني من الشيف علي رضا حقيقي. صباح الخير شيف. كيف حالك؟ الحمد لله. أهلا وسهلا. اليوم الشيف رح يعمل لنا أكلتين أنا بلفظهم بطريقتي، جلو كباب سلطاني. رح نعمل نوعين كباب، كباب كوبيدا وكباب بارغ. نحكيهم بليز بالإيراني. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان محترم این برنامه. بفهم. صباح الخير مشاهدي الكرام، اليوم احنا معكم. اها، امیدوارم که از دیدن این برنامه لذت ببرید و غذاهای ما رو حتما تجربه کنید. الشيف بتمنى انكم تفرجوا على برنامجنا وتستفيدوا وتجربوا. شكرا سهيلة. سهيلة رح تكون موجودة معنا. الترمج بالترمج صرت احكي ايراني صرت بدي مترجم للجمهور. الشيف رضا علي حقيقي بيقول وسهيلة رح تكون المترجمة. إذا كيف بنحكي كباب كوبيدا وكباب بارغ؟ نبلش؟ بدنا نبلش. رح نبلش بأول كباب واللي هو الكباب كوبيدا. رح أحكي لكم المقادير لكباب كوبيدا. المقادير المطلوبة لهذا الكباب اللي هي لحم خروف 70% خروف، وبعدين لحم عجل خالي من الدهون 30%. اللحمات مفرومين مرتين لكل شخص. الشيف بيقول 120 ل 140 جرام. رح نستعمل ملح، فلفل أسود مطحون، زعفران. بالمطبخ الإيراني كتير بيستعملوا الزعفران. رح نستعمل بقدونس، بندورة، فلفل أخضر حار وزبدة. أوكي شيف، رح نبلش هلأ بكباب الكوبيدا. ما اول گوشتی که دو بار چرخ شده از اون گوش استفاده میکنیم. اینو داخل های فیله. حالا شف انت بتجيب فیله عجل؟ لا مش فیله. لا مش فیله. مش فیله. کباب 70% قلبگاه گوسفندیه و 30 تا 40% گوشت گوسنه است. استخدم لحمة المفرومة. مفرومة تكون 70% لحمة الخروف. خروف؟ كوجي خروف. ضلوع الخروف طبعا. ضلوع من الضلع يعني الضلوع. لازم إيه؟ عند العظم يعني لحمته كثيره. اوكي 30% لحمه الاجل. اوكي اذا 70% خروف 30% عجل. اوكي نفرمها ناعمه مرتين على ناعمه مرتين. بعدين جعفرية اضافه بنكونين بنحط البقدونس مفرومه هون تقريبا قد 2 تيبل سبونز. حطينا معلقتين كبار يمكن بقدونس كبار. هلا هون ما بيازو هذا كوبيدا. كوبيدا معنا بصل مفروم. معنا بصل مفروم مبروش ناعم كثير. مبروش ناعم بس انا مش مكتوب عندي كان هون بصل. اوكي هات هلا نشوف. اذا بدنا اوبين پیازونو کاملا بگیریم بدون آب باشه. این قضیهش خیلی مهمه چون اگه آب داشته باشه این کوبیدمو اصلا وا میره. یعنی باید کاملا این آب پیاز گرفته بشه. انتبه لکن اخذ المي البصل كامل نعصرها عصر من قيم المي. من قيم المي 100%. اذا لازم نبرشه ناعم ونعصره عصر منيح عشان تروح مية البصل يكون ناشف ما فيه مي عشان تمسك الكباب عندنا. عشان يمسك. ما انتوا عشان هيك مرات ناس بيتغلبوا الكباب بضل يوقع لانه بيكون في مية البصل. بيكون في مية. اوكي اذا اهم شيء نعصر البصل منيح. حلو. این آبش رو دور نمیریزیم چون بعداً واسه کباب برگمون استفاده میکنیم. المي البصل ما بنكبه، يعني رح نستخدمه كباب ثاني. حلو، إذا الكباب الثاني فيه مية بصل. هلا شو أكثر شيء يعني هل الكباب مشهور بالمطبخ الإيراني زي ما المنسف بالمطبخ الأردني؟ این کباب دو نوع کباب خیلی معروفه تو ایران، ضمن اینکه جوجه کباب هست و بحث کباب ها میتونیم 10 نوع بیشتر از 10 نوع کباب بهشون معرفی کنیم. زعفران اضافه کنیم. علی بيحكي احنا عندنا هدول عندنا 10 انواع كباب يعني مش واحده ولا تنتين. 10 بس هدول اهم شيء عندنا يعني كباب كوبيدا وكباب البارك. اوكي هلا زعفران. هذا حطينا زعفران بمي. كيف عمل الزعفران؟ هلا احنا بنشتري خيطان زعفران. زعفران بعد تو آب جوش، آب مقدار جوش خیلی کم بریزن. اول بکوبنش داخل یه ظرف بکوبن، بعد که خرد شد بریزن داخل یه ظرف و آب جوش بریزن تا دم بکشه. الأول ندق الزعفران كويس. من ندقه ندق الزعفران كويس. بعدين مي سخنة بنحط عليه. مي سخنة ليلة شديد. ندقه
اها مي سخنة شوي وبعدين بنحط خليه. اوكي هلا الزعفران له كمان نكهة مش بس اللون. له نكهة وله طعم. بويا خيلي خوبي داره زنه اينجا رنگ خيلي خوبي لونها كمان كتير ولونه بصير حلو. حطينا ملح وفلفل اسود. بلش عم نعمل كباب كوبيدة. شو يعني كوبيدة؟ کوبید یعنی این قدیم در زمان قدیم که چرخ گوش نبود که اینو مفرومش کنه اینو میکوبیدن در زمان که یعنی چرخ گوش وجود نداشت این گوش بعد کوبیده میشده لبیحکی استاد علی زمان ما کان فی مفرم اینو فرم اللحم فکلا ندقو آها یعنی مدقو کباب مدقو کوبیده آه اوکی خب ما اینو بعد خیلی خوب هم بزنیم بلش الاجنو هلا بنبلش نعجنهم مع بعض اللي هم حطينا لحمة الخروف 70% إيه؟ لحمة العجل 30% مفروم مرتين حطينا ملح فلفل اسود زعفران مدقوق ومنقوع بمي سخنة شوي بقدونس فلفل لسه ما حطينا البندورة وحطينا بصل معصور كثير منيح بس ما خلينا مية البصل بدنا نستعملها للصحن الثاني خب در مورد کوبیده این کوبیدهمون چربیش کمه به دلیل اینکه میخواد با برنج سرو بشه بگی هلا احنا كباب الكوبيده بنعمله نوعين نوعين بس هيني بنعمله بناكله مع خبزه خبزه مش كثير يا استاذ مع الرز هي مع الرز هذا مع الرز هلا نحن كتبنا على اللوح جلو تشلو تشلو كباب اللي تشلو يعني رز كتبنا على الروح على اللوح تشلو كباب سلطاني اذا رز انه هذا النوع من الكباب بناكله مع الرز هلا الرز الشيف مش رح يعمله عندنا بس جايبه معه جاهز عشان طريقه الرز الايراني بتنعمل بطريقه ثانيه بس اليوم بنشوفه جاهز وان شاء الله شيف بمره ثانيه تعمل لنا رز ان شاء الله خب بفهمید که ما در مورد کوبیده‌ای که بخوایم با نون سرو بشه باید این ظرف اون که داخل یه قابلمه فلزی هستش روی اجاق بذاریم به مدت 5 تا 10 دقیقه اینو رو اجاق چیز کنیم که چربی‌هاش مخلوط بشه قابل توجهی که اینجا رنگش نباید تغییر کنه و پخته نشه خطیره حالا کباب کوبیده مع الخبز مع الخبز طبعا بيكون شحمته كتير اوكي فشو بنعمل بنحطه على نار هاديه عشان بلش نعجنه شوي بس ما بنخلي يغير لونه عشان تنزل الشحمه اللي فيه يتماسك اوكي معنا تليفون نضال على كاميرا 1 هلو صباح الخير اهلا وسهلا يا نضال كيف حالك الله يعطيك العافيه سيدي شايف الطبخ الايراني والله انا اول مره بشوفه انا بدي اهنيك عن جد يعني اها بدي اهنيك على هالبرنامج اللي بتقدمونا اياه الله يسعدك تسلم شكرا وبدي اعيد على جلال سيدنا الله يخليك ان شاء الله كل عام وهو بخير ويخلي لنا اياه طبعا يا رب ويخلي الاردن بظله تسلم شكرا يا نضال شكرا لكم اهلا وسهلا فيك شكرا يا نضال اوكي خب ما در مورد سیخ سیخمون باید ترجیحاً استیل باشه استیل باعث میشه که موقعی که روی منقل قرار میدیم دستمون نمیسوزه ضمن اینکه سریع تمیز میشه الا ما عم نستخدم اي سياخ عشان الكباب ولا نستخدم سياخ ستيل ايوه لازم يكونوا ستيل ليش لازم يكونوا ستيل عشان ايده بتبرد بسرعه ما يسخن كثير نقدر نمسكه بعدين بعدين بريحنا بالتنظيف يعني مزبوط ما بيلزق عليه حلو خب ما ابتدای یه گلوله رو به این شکل داخل دستمون ورز دادیم نعجنه کویت بعدن از بغلا به سیخمون چسبون بلش من دست و من جنب من جنب السیخ اذا بنحط اللحمه من جنب السیخ وبنصير هيك الموضوع بعد توی مرحله حتما باید دستمون یا داخل آب پیاز بزنیم که این گوش به دستمون نچسبه یا اینکه اینو با آب میتونیم این کارو انجام بدیم ايوه سهيلة نقطع ايدينا بالمية طبعا هاي مية البصل بلاش تلزق ايدنا بال بس ليش مية البصل بتعطي طعم لا مش مهم مية بصل مش مهم مية بصل مية بصل مية عادي لازم اوكي بيكون مدوكر بطريقة حلوة هلا ممكن مية عادية ولا أسكى مية بصل أحسن مية بصل ولا ما بتفرق؟ أحسن مية بصل أحسن مية بصل شو بدنا هلا نجيب لك هلا شكلها كمان حلوة این یه نوع کبابیه که حالا هذا بعدين ايش بدنا نشوي بالفرن كيف راح نطبخه این لازم روی زغال یا روی گاز این بعد پخته بشه شو هم یا الجمر على الفحم على الفحم عادة الفحم تشوي فحم بتطلع بالفحم اسكا بتطلع بالفحم اسكا اكيد بدك تفهم نكته که روی زغال یا
روی گاز میخواد بره باید دقت کنیم که سریع این سیخمون رو برگردونیم وگرنه کبابمون میریزه. بننتبه لقلب بسرعه. نقلب بسرعه. بلاش تحترق الكباب عندنا. مظبوط. بس ليش شقه هيك طالعه نازله والشقه الثانيه دغري ما مزبوط الشقتين هي؟ این به خاطر اینه که به سیخ میچسبه و باعث میشه نریزه چون پیاز داره. بيحكي الشيف علي نعمله هيك لانه لا تلزق بالسيخ. السيخ الاستيلي عندنا. ايوه. لانه فيه بصل. فيه بصل. اوكي. بلاش تقع كمان. حلو. فهيك بيكون افضل فن الكباب. ايه هو اهم شيء فن. خب یه نوع کباب دیگه رو میخوایم آموزش بدیم. این کباب لقمه بهش میگن، یعنی تو حجم بزرگتر میشه در حجم بزرگتر، یعنی تیکه ها اونو به این شکل بزرگتر باید بگیریم. یعنی اینه؟ بله کباب لقمه. کباب لقمه بهش میگن. شو يعني؟ يعني كباب اللقمة بيختلف، يعني بناخذ حجم أكثر هيك أكبر. كل كباب شكل. شكله. كل كباب شكل. هلا هذا الكباب اللقمة الكوبدة عم نعمله هيك. لا هلا لقمة. يعني بيكون حجمها يعني أكبر. لقمة. بيكون بس حجمها أكبر شوي. بس نفس الشيء. أنصح يعني. أنصح. إيه. نصح أكثر. أوكي. حلو. دورش تاني زنيم بين شيء. أكبر. هذه للجوعانين كتير. أو هاي رجالي وهاي ستاتي. اوف يلا معنا تليفون عبد الرحيم. هلو صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير لك رندا ولسف ضيوف. الله يخليك. اهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ الحمد لله منيح. تحياتي معك عبد الرحيم محمد. اهلا وسهلا. اول القناه الاولى. هلا. طبعا ذلك اعود نفسي من اسره القناه ونشكر محبين رؤيا في مختلف الاماكن على دعمهم بالفيسبوك. يعني الان انا ناظر الصفحه الرسميه للقناه بالفيسبوك اللي وصلت الان لاكثر من 100,000 محب. يعني على امل مضاعفه ان شاء الله. طبعا وشخصيا اشكر الكل يعني. شكرا. وانا عندي يعني طلب اذا سمحتي. ترندا تفضل. يعني انا بعمر ال 15 عام وانا امتلك موهبه تقديم تلفزيوني والاذاعي. علي صوتك شوي مش سامعتك. يعني انا في عمر ال 15 عام انا امتلك موهبه تقديم التلفزيون الاذاعي. فهل لكم ان تستضيفوني كما استضفتم اصدقائي القناه يعني الصغار؟ طيب. فقرة الطبخ. وشكرا لك. اوكي ان شاء الله. حضرتك ساكن وين؟ بالاردن. عمان. عمان. اوكي ان شاء الله بنتصل فيك. شكرا يا عبد الرحمن. عبد الرحيم. اوكي شيف، هلا بدنا نبلش الكباب الثاني. ايه. طيب اذا هلا حضرنا، بس هلا خلينا نخلص الكباب كوبدة. هلا هذا بنشويه، بدنا نشويه بالفرن مش هيك او على الفحم؟ اوكي الفحم. على الفحم اذكى شيء. هلا رح ناخذ فاصل ونرجع نكمل الكباب الثاني ولا مش فاصل؟ اوكي شيف رح ناخذ فاصل والتيك بريك. بناخذ فاصل ونرجع نكمل النوع الكباب الثاني اللي هو كباب بارجي. خليكم معنا.